السلام عليكم. اليوم عندنا موضوع الجذور، وعندنا احد الاسئله اللي هو 4 للجذر 12 على 5 في تحت الجذر التكعيبي 27 بالسالب تقسيم 2 للجذر 24 على جذر 8. عندنا اول ما نباوع عندنا قسمه، هاي القسمه يجب ان تقلب الى ضرب، واحنا قلنا في حاله قسمه في حاله اقلاب القسمه الى ضرب يجب ان يقلب الحدين، الحد الثاني يجب ان يقلب حد الجذر 8 يصير فوق، والجذر 24 يصير الجو، يعني البسط يكون مقام والمقام يكون بسط، يعني راح نقلبه. فلذلك 4 للجذر 12 على 5 في جذر 27 تكعيبي تحت الجذر بالسالب في جذر 8 على جذر 24 على 2 لجذر 24، بعد ان كان 2 لجذر 24 على جذر 8. زين، عندنا جذر 12 هو جذر غير قياسي، فعندما يكون جذر 12 جذر غير قياسي يجب تحليله الى 2 للجذر 3، بينما 5 تبقى والأربعة تبقى. عندنا ناقص 27 يصير ناقص 3. ليش؟ لأن الجذر التكعيبي بالناقص 27 من وين جاية؟ جاية ناقص 3 في ناقص 3 في ناقص 3. وإذا نلاحظ 3 في 3 9 في 3 27، عندي ناقص بالناقص موجب في الناقص ناقص، لذلك جذر 27 هو شنو؟ سالب 3. في عندنا 8 تحت الجذر هي 2 للجذر 2، وعندنا 2 تنزل، عندنا 24 تحت الجذر هي 2 للجذر 2 للجذر 3، مثل ما شرحنا في المواضيع السابقه اللي حكينا فيها عن الجذور القياسيه والجذور غير القياسيه. اذا عندي جذر جذرين ثلاثه ثلاثه جذور غير قياسيه، بينما عندي جذر واحد قياسي بالسالب. زين، هالحاله راح تكون عندي اختصارات، جذر 3 ويا جذر 3 يروح، وجذر 2 ويا جذر 2 تروح، و2 ويا 2 تروح، واثنين ويا اثنين تروح، ايش بقى عندي؟ بقى عندي 4 في هاي الكمية 1 يصير 1، وعندي 5 في سالب 3 سالب 15، إذا النتيجة راح تطلع 4 على سالب 15، وشكرا جزيلا.